احنا زي الشوارع هترمينا فيها يا عم ايوب؟ لا لينا ابواب ولا شبابيك، مفتحين من كل حته ومكشوفين للي رايح واللي جاي، يعني ولا هي تنفع ليها ستره ولا انفع ليها غطا. رايح نفسك انت بقى. دي بنت غلبانه واربع حيطان يرادوها. ده انا ياما عم ايوب قلت له الكلام ده، بس هو بقى بيقاوح ويعفر على الفاضي. فلانك فضوها سيره بقى. يعني انت قلبك ما بكرتش عليها وكلاب السكك راح جايه تشمشم فيها؟ يا لهوي يا عم ايوب، ده بيبقى قلبه وعقله هيشتوا منه. انتوا هتنصبوا لي محكمه وتطيروا لي حجرين؟ هي عارفه ان سكتنا ما فيهاش جواز وراضيه، وادينا بنفك نفسينا ببعضينا وبنسترزق من شمامين الليل. بقول لكم ايه، انا سايبكم ماشي. تشغلش بالك بالشويتين دول، ده هو كده بياكد ان هو غويها. عمر عمر ما تتخديش، مفيش حاجة. مفيش أي حاجة، هو لسه ما فاقش. الدكتور بيقول إنه لسه قدامه شوية على بال ما يفوق. ما تقعدوا في الاستراحة أحسن من القعدة دي. استراحة إيه بس؟ استراحة إيه؟ إحنا مش هنمشي هنا غير لما نطمن على أخويا. ما الدكتور طمني وقال إن الخطر زايل الحمد لله. ولو يا أختي أنا مش هرتاح لما أطمن عليه ويصحى ويتكلم. يا عمر الله، هو عمو حافظ راح فين؟ الراجل الطويل اللي كان معاكوا؟ آه هو ما تعرفيش راح فين؟ آه هو في الاستراحة من امبارح ومبطلش عيط وحالته وحشة قوي. أنا هروح له يا دينا. يا حبيبي يا عمر، رد على رد على أختي. إيه دي؟ يا ربي يا رب احضر عدسي يا ربي لنعرفك. يا حبيبتي الحمد لله، ده بقى كويس الحمد لله. إيه رأيك تهدي وتغسلي وشك تريحي أعصابك شوية؟ أغسل وشي إيه بس؟ أغسل وشي إحنا في المصيبة السودا دي. قولي لي الظابط ما قالش مين اللي عمل فيه كده؟ لا هما لسه بيحققوا في الموضوع. ربنا ينتقم منهم، ربنا يحرقهم بجاز وسخ، ربنا يتشك بايديهم ويقطع ايديهم. يا رب مش عارفه ايه اللي بيحصل. وانتي مين؟ انا لامار، اسمي لامار، والحادثه حصلت قدام المحل بتاعي علشان كده انا هنا. وانتي الحادثه حصلت قدام محلك انتي واسمك لامار وشكلك عامل كده؟ لا هروح اغسل وشي عشان افهم ايه اللي حصل. قمر دي المصيبة الصغرى، دي المصيبة الصغرى. كأنك بتبكي على حالك يا أخ حافظ. يا رجال اترك النواحي للحريم، شد عودك. يمكن الواحد ما صدق في الأحل يفك بيها عم روحه عشان خارفان. هذا نمر بالنسبة لي مش ابن أخويا بس، ده آخر نفس الضحكة اللي طلعت بيها من بوق الدنيا. هو اللي مهون عليا، هو اللي مصبر دي على اللي راح مني. طمن يا عم ان شاء الله يبقى كويس وزي الفل يا رب. انتي اخت مع عروسه؟ ايوه. حضرتك تبقى مين؟ ده مين ايه؟ ده الشيخ عرفان. الشيخ عرفان؟ الشيخ عرفان مين؟ انا يا بنتي والد اختك لمار. أنا أختي اسمها كتفينة. ده إيه الغباء ده؟ لامار، لامار أختك. هي اللي جوه دي اسمها لامار؟ يا جماعة خير، طمنوني. أنا أول ما قالوا لي جيت على طول. طمنوني على أخويا وصديق عمري دكتور عمر. إزيك يا أنسة سما؟ كويسة كويسة، ما تاخدش تطمن بنفسك. اتفضل اتفضل اتفضلوا.
يعني الدكتور عوني يطلع احسن مننا ويروح يزور عمر واحنا نيجي نقعد هنا؟ لا ما احنا طبعا هنروح نزوره ونطمن عليه، بس انا اصلي حسيت اني محتاجه اتكلم معاكي قوي النهارده. ودينا جينا، اتفضل. ما تتكلم. صفوة يعني لو هتبدأها بيعني ولو، يبقى أكيد هتقول حاجة تزعلني. بصراحة مش عارف اللي هقوله ده هيزعلك ولا لأ. في إيه يا غازي؟ ما تتكلم على طول. صفوة إحنا كنا متفقين إني أجي أقابل قرايبك قريب. بتقول كنا؟ ليه أنت غيرت رأيك؟ لا وأنا أقدر أغير رأيي، إنما بس يعني في ظروف كده جدت. ظروف إيه؟ غازي من فضلك ما تخبيش عني أي حاجة، أنا مش حامل المفاجآت. ما تتكلم. في إيه؟ واحد من زمايلي شرع عليا احط مبلغ كده في البورصه اهو احسن بيه وضعي. مش فاهم ايه علاقه البورصه بينا؟ بعد اول مكسب طمعت حطيت تحويشه العمر. وبعدين راحت، خسرت، مش عارف اعمل ايه. ما تعملش حاجه يا دكتور، تقدر تروح تشوف شغلك دلوقتي، مش هيبقى انا وانت بعيد. حسبي الله ونعم الوكيل. والله عندك حق يا دكتور عمر، فعلا ما ينفعش انا وانت نبقى بعيد عن المستشفى، بس انا برضو كان لازم اجي اطمن عليك، يعني انت عارف غلاوتك بالنسبه لي. لا ان كان على غلاوتي انا عارفها كويس قوي، اطمن انت بس يا دكتور. حسبي الله ونعم الوكيل. وما عرفتش مين اللي ضربك يا دكتور عمر؟ ما عرفتش لسه يا دكتور، بس مسيري اعرفه. ما انت عارفني خيالي جامح. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يحرق قلوبهم زي ما وقعين قلوبنا. عم حافظ، مش المفروض دكتور عمر يرتاح شويه ولا ايه؟ ايوه صح. تعالى يا دكتور تعالى اتفضلوا. اصل الدكتور لما جاله الدكتور كشف عليه لقى تعبان، قال له ما ينفعش تشوف اي طيب حاجه. طيب اطمن عليه واطمن عليه ونمشي. يا راجل تطمن. احنا اصلا جايين نعمل الواجب وهنمشي. واديكوا عملتوا الواجب وزياده، متشكرين جدا. ده الواجب بزياده قوي. مع السلامه. مع السلامه. ربنا يطمن عليك ان شاء الله. الله يخليك الله يخليك. ما بدري. الله يكرمك. بدري بجد والله. مركب تودي. انا مش عارفه ايه الناس اللي ما عندهاش دم دي. حسبي الله. عم حافظ شوفي سما فين بسرعه. لا اطمن. سما ما رضيتش حتى تسلم عليه وراحت عامله كده. كده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قلت لك ما تجيش يا باشا، ده صنف نمرود هيتمرع اكتر. ما كانش ينفع نعمل له قيمه ولا حساب اصلا. سيبه. خلي حسابه يتقل عشان الرد يبقى نهائي. ماشي يا عمر ماشي. بقول لك ايه؟ سما اخته اهي. شايفها شايف. استناني انت، انا ما اتحركش مكانك. حاضر. ازيك يا انسه سما؟ يرضيكي كده يعني داخل اسال على الدكتور عمر واعمل الواجب يوم اخواتك تقريبا يطردوني؟ يعني انت عايز اخويا يقفشك قاعد معايا في كافيه ويطبطب عليك، ولا عايزني انا بقى بعد كل اللي حصل ده اول ما اشوفك اخدك بالحضن؟ عيب يا دكتور، انت كبير. مش كبير بقى، انا عايز اشوفك. لو عندك جديد ابقى كلمني، ولو انا فاضيه هبقى ارد عليك. باي. باي. هترد عليك في ايه؟ ايه يا مرتضى؟ انت هتسلط علينا كمان ولا ايه؟ اتفضل قدامي.